هذه الأطروحة كنت شاركت بها في الحقيقة كأطروحة، لكن كانت عندي توصية بالنشر. هذيك التوصية بالنشر لأن الأساتذة قيموه بأنه لا يعقل يبقى في الرفوف داخل الكلية، قالوا لي ضروري تنشريه، وفعلا خديتها تحدي ودرته. والكتاب كينطلق منه من عدة أمور. أولا بحث ميداني أكاديمي ما فيه انحياز لطرف عن طرف، ماشي لأني أنا كنت برلمانية ممارسة وعرفت البرلمان أكثر من خلال البحث الأكاديمي، وخرج مجموعة من الأمور اللي في الحقيقة البرلمان المغربي ضروري يديرها، كاين اللي منها فعلا دارها وكاين اللي لا. وأهم شيء عندي بأنه من ضمن التوصيات هو أنه البرلمان المغربي ضروري ينفتح لإفريقيا، بأنه عاطي الوقت كله. إلى طلعتي في الكتاب لتلقى بأن البرلمان المغربي أعطى اهتمامه الكبير لأوروبا ونسى إفريقيا، ومن بعد منها انفتح فعلا البرلمان المغربي على إفريقيا. وعطيتهم مجموعة من التوصيات الهامة جدا، إلا اشتغلنا عليها كبرلمان المغربي فعلا غادي نعدل الأمور اللي في الحقيقة ما هي ممارسة. عندهم خبرات، عندهم طاقات، عندهم أطر كفاءات صحراوية كبيرة للترافع القضية الوطنية. إلا اشتغلوا فيها اشتغال حقيقي كيف كان دافعوا على القضايا الكبرى للوطن، حتى قضية الصحراء من القضايا الكبيرة ديال الوطن. وعطيت فيها توصيات، ونقول لك بأنه البرلمان صراحة عرفته من البحث العلمي أكثر ما عرفته من الداخل. لي نقول لك كيفاش. مثلا أنا منين درت الدبلوماسية البرلمانية فيها مجموعة من الأمور في الدبلوماسية البرلمانية، منها المشاركة الدبلوماسية في حد ذاتها داخل الشعب ومجموعة الصداقة. لي نعطيك مثال مجموعة الصداقة، سابق ننسى مجموعة الصداقة. لقيت بأن مجموعة الصداقة مع فرنسا كترأسها شابة، فعلا هي شابة ولكن كخبرة ما هي خبرة، ومعها كاريزمات كبار قيمة كبيرة اللي يمكن نوصلوا بها أكثر مع مثلا مع فرنسا. هذا اش كنقول؟ كنقول أولا عن الطريقة اللي كيوزعوا بها مجموعة الصداقة غلط، يعني كتمشي بالتمثيل النسبي. لا سيدي ما تمشي بالتمثيل النسبي، نشوف الدول المهمة عندي اللي فعلا عندي فيها إشكالات أو عندي فيها مصالح، وندير لها شخصيات اللي يمكن تواكب ملفات كبيرة، ما نوزعها للإرضاء. أنت اش بغيت؟ أنا بغيت كذا. لا لا أنا باغي عندي منتي في إيطاليا، باغي إيطاليا. أنا عندي منتي ما نعرف منين اللي يمشي لهذه. لا حتى الدبلوماسية البرلمانية ما نعطي للفرق باش يرسلوا أشخاص يسافروا. أنا نوبة ماشي البوروندي، أنا ومجموعة من الإخوان، ومشى معنا واحد لأول مرة في نيروبي، أقسم بالله لا قام ما تلالو لا يبطنا. ماشي صفر هذا، ماشي صفر هذا، مصيفطيني أنا لهنايا، على ما يصيفطوني لبلجيكا؟ يا ولد سياحة، ما هي دبلوماسية برلمانية. يعني منين كطلع على الكتاب كتعرف الخلل، وكتعرف فعلا كاينة أمور اللي هي مهمة اللي دارها البرلمان ونعترف له بها. ولكن منين تدرس البرلمان تلقى البرلمان من 63 إلى اليوم ماشي بنفس الوتيرة. ما عدا ضريك في المعرض شفتم بأنهم تطوروا، وفعلا كاين واحد الإنجاز كبير في هذاك الشيء الرقمي مهم جدا. ونقول لك لقيت صعوبة كثيرة في جمع المعلومة، لأني درت البرلمان بالغرفتين، ودرت البرلمان ما هو من لجان الصداقة ولجنة الخارجية والرقابة، لا درت البرلمان بالأمور كاملة اللي كتعني الدبلوماسية البرلمانية. وأنا فاش كنت في البرلمان كنت عضو الاتحاد البرلمان الإفريقي، لأن ذيك الساعة احنا في المغرب مانا في المنظمة، وكنت عضو الاتحاد البرلمان الإفريقي. ونقول لك مرقت من البرلمان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد البرلمان الإفريقي، وشاركت مجموعة من الدول الإفريقية في إطار الدبلوماسية البرلمانية بما فيها الجزائر، وكانوا يوميا يكتبوا ممثلة المغرب ممثلة المغرب. يعني تفاجئوا، ولن أخفي سرا عن بوتفليقة الله يرحمه، منين
دار الخطاب ما تصدق عنه ذاك اللي يكتب في الخطاب شكل واللي قال في الخطاب شكل. الله يرحم عبد الواحد الراضي، لاني انا كنت قاعده حدا عبد الواحد الراضي ممثل البرلمان المغربي وصحراويه مغربيه داخل الجزائر في البرلمان الاتحاد البرلمان الافريقي. هذه الاطروحه في الحقيقه طرحت فيها اللي يمكن يفيد ويمكن يستفاد منه، ونتمنى بانهم ياخذوها بعين الاعتبار.